وشو الحلول المناسبة لها. أما أول مشكلة صحية بتواجه الصائم فهو الإمساك. كتار من الصائمين بيصيبوا الإمساك بهذا الشهر لأنه بالأساس ما بيكونوا لا عم يأكلوا ولا عم يشربوا، بيكونوا عم بيكتروا كتير من السكر والقطر عند الإفطار. أما الحل والعلاج فبيكون إنه نشرب ماء بشكل كبير 8 أكواب يومياً، إنه ناخد خضار لحد 3 حبات خضار يومياً وحبتين فاكهة يومياً، إنه ناخد كاسة من الشوفان مع كاسة من الحليب ونعتمدها على السحور يومياً، وكمان نخفف من المنبهات مثل الكولا، الشاي والقهوة وحتى العصير المركز عند الإفطار. وليلي بيقدر لازم يعمل 20 دقيقة من المشي السريع قبل الإفطار بساعتين. أما المشكلة الثانية اللي بتواجه الصائم فهي عسر الهضم والحرق، وهي من المشكلات الشائعة كتير بين الصائمين لأنه بيفطروا فجأة على كمية طعام كبيرة تنزل على معدة فارغة بسبب عسر الهضم والحرقة والغازات. أما الحل والعلاج فبيكون عبر إنه نقسم أكلنا لوجبة إفطار فيها تكون معتمدة على كوب من الماء والتمر والشوربة بتريح المعدة، ومن بعدها للعشاء أو الإفطار الأساسي، ومن بعدها للوجبة الخفيفة يلي تقدر تكون حلو خفيف أو فاكهة بين الإفطار والسحور. وما تنسوا تنضغوا أكلكم كتير منيح، وطبعا لازم نتجنب مأكولات الدسم الغنية بالدهون والمقلية أو الغنية بالتوابل والبهارات والحلي. أما المشكلة الثالثة فهي الصداع أو وجع الرأس، وهي كمان من المشكلات الشائعة بين الصائمين لأنه الصائم بيكون عم يسهر وعم بقلل نوم وما عم يشرب ماء وسوائل بشكل كافي. أما الحل والعلاج فبيكون إنه نحصل على وقت كافي للراحة وللنوم ونخفف سهر قد ما فينا، نخفف مصادر النيكوتين يلي هي جميع أنواع التدخين، نخفف مصادر الكافيين يلي هي مثل ما سبق ذكرنا الشاي والقهوة والكولا وغيرها، وكمان نتجنب نوقف بالشمس لساعات طويلة، وما ننسى نشرب قهوة بتساعدنا على نوم هادي ومريح مثل الشاي بالنعناع، الشاي بالميلانية وكمان المي. ورابع مشكلة هي انخفاض ضغط الدم وانخفاض سكر الدم. عادة انخفاض ضغط الدم بيصير لأنه بيكون في إجهاد وما بنكون عم نشرب مي وسوائل بشكل كافي. أما انخفاض سكر الدم فبيصيب أكثر شيء المصابين بداء السكري، كمان لأنه بيكونوا ما عم يتذحروا وما عم يشربوا مي بشكل كافي. ولنميز بين انخفاض ضغط الدم وانخفاض سكر الدم، عادة انخفاض سكر الدم بيعمل عرق بارد، نبضات قلب سريعة، وكمان زوغل برعون وعدم تركيز. أما العلاج والحل والوقاية منها بتكون إنه ناخد وجبة السحور والأخيرة لقبل طلوع الشمس قد ما فينا لنكسب ساعات زيادة، وكمان ناخد على السحور أغذية لا بتجوع ولا بتعطش. لا بتجوع يعني تكون نعتمد أكثر على الحبوب الكاملة مثل حبوب فطور الصباح أو كورن فليكس وخبز الأسمر، خبز الشوفان، خبز الشعير، وكمان ما بتعطش مثل نخفف ملح قدر الإمكان فيها وما ناخذ كبيس، وكمان نزيد البيض، ولازم كمان نشرب ماء بشكل كافي وما نعمل مجهود ونحصل على وقت كافي للنوم. أما خامس مشكلة صحية شائعة فهي التشنجات العضلية يلي بتصيب بعض الصائمين وبتخلي حركتهم ما ظابطة وبتخلي مشيتهم وقعدتهم مش مريحة. والحل بيكون إنه ناخذ يوميا موزة لأنه هي غنية بالمغنيسيوم والبوتاسيوم، وكمان ناخذ ملعتين من اللوز المحمص أو الني يوميا كمان لغنية بالمغنيسيوم والبوتاسيوم والألياف. والمشكلة الأخيرة هي تشكل البحص والرمل بالبول، وهي كمان من المشكلات الشائعة لدى الصائمين لأنه بالأساس ما بنكون عم نشرب مي بشكل كافي وبنكون عم ناكل أغذية غنية بالرمل يلي بتكون موجودة بالخضرة وما بنكون غاسلينها منيح. لذلك الحل والوقاية بتكون إنه نحن لازم أولا نشرب مي قليلة بي
كالسيوم، مي ما تكون كريستاليه. ثانيا نشرب مياه الشعير بدون اي اضافات. وثالثا لازم نخفف من التبوله لانه فيها بقدونس، من اي نوع خضار لون اخضر غامق مثل السلق، الهندبه، ورق العنب وغيرها. كمان لازم نخفف من الفريز والشوكولا يلي بحركوا. ومن بعد ما استعرضت كل هالمشكلات الصحيه، انتو هلا خبروني كيف صحتكم برمضان؟ كانت معكم خبيرة التغذية لينا رمعي. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوا تعملوا لايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا جرس التنبيهات ليصلكم مني كل جديد، وتكتبوا لي بالتعليقات كيف صحتكم. وما تنسوا تتابعوني على كل وسائل التواصل الاجتماعي، فيسبوك، تويتر، انستغرام، ويوتيوب، عبر الصفحة الرسمية الوحيدة باللغة الإنجليزية لينا رمعي دايت سنتر. أنا بتابعكم وبشوفكم.